الحقيقة التجربة بتنوصف بأنها ممتعة جداً، وهو شرط أساسي من شروط الممثل بأنه يحس بالمتعة. والمتعة بتجي مو من فرد واحد، هي بتتحقق من مجموعة عناصر. تبدأ أولاً من الشريك اللي عم يلعب قدامك. أنا محظوظ جداً بشراكتي مع ماجي بهذا المسلسل، شريكة شغوفة جداً بشغلها، بتضيف للمشهد، متعاونة مع شريكة جداً، وخلق فعلاً بيننا حالة حب كبشر وكأشخاص. بظن ينعكس على النتيجة، يعني أعتقد أنه ينعكس على النتيجة إن شاء الله. لا والله أنا يعني ما بفكر بهاي الاعتبارات، أنا بفكر أنه شو هو الدور اللي ممكن يقدم شيء جديد، وشو هو النص وكيف مكتوب. حقيقة يعني قريت ورق للكاتبة نادين جابر، ورق متماسك، ورق حلو وشيق وسريع وتكنيكه حلو. اثنين اللي أغراني بالتجربة، الشركة وتعاملها اللبق وتعاملها البروفيشنال والمحترم وتقديرها للناس، هذا عنصر جدا مهم بالنسبة لي. والتوج قلت لك بشراكة جميلة عم تصير بيني وبين ماجي. سعيد جدا أنا بالتجربة، وبتمنى نقدم للناس مادة تحترم وجدانهم وتحترم عقلهم. جواد شخص مركب كتير، المشكلة يعني ما له سمة واضحة، شخص يعاني من ماضي ويحمل سر فظيع من نوعه راح يفاجئ فيه الكل. المفاجأة بتبدأ من أهل بيته والمحيطين فيه، وبعدها تتطور القصة ليروح لقصة حب بعتقد يحبوها الناس كتير. هذا بالمختصر عن جواد، ما كتير بدنا نفوت التفاصيل، الناس عم تشوف العمل مشان ما نحرق أحداث. والله أول يومين كان صعبة لأنه الكرسي تحكم فيه بالإيد، حركته سريعة ورجعته سريعة وضربت هون وضربت هون. وبتعرف الشغل عنا يعني مين اللي بتطلع برات الفوكس ومين اللي بتفوت على الفوكس، فكان عندي مشكلة بلحظة بدي إجي من مكان بعيد لوقف، فإن هدول نعيدهم كتير لبين ما حفظنا عياراتها. بس موقف مضحك، انا وماجي كل الوقت ضحك، شو بدي اعدلك؟ لا اعدلك، نحن يعني فعلا هذا يعني مو حكي بخص ماجي بس، انا عم بحكي شيء بخص كتير شخصيتها. ماجي شخص حقيقي، تلقائي، عفوي، بسيط، جميل. هذا الشيء بالاوف وبالان، وانا بنسجم كتير مع هيك طبيعه. موقف محرج صار معي على السيت، مره نسيت وقمت مشيت، نسيت اني مقعد مشيت. فيليب السهل الممتنع، أنا سعيد جدا بالشغل معه، وحقيقة إضافة حلوة لإلي. فيليب مخرج شغوف، وأنا ببحث عن هيك مخرج، إني أشتغل دائما مع مخرج شغوف بحب شغله، ملتزم فيه، بيعطيه من قلبه، وبعتقد نتائجه لفيليب بتحكي عنه. وبهذا المسلسل عم يعمل شغل يعني محترم جدا. سعيد بتجربتي كتير معه، ممثل بيلحق التفاصيل الدقيقة، عفوا مخرج بيلحق التفاصيل الدقيقة، وبيعتني بأداء الممثل كتير، يعني بيراقب الممثل بدقة عالية. فأنا سعيد بهي التجربة، سعيد بحالة مسؤولية عم حسة بيني وبين المخرج لنقدم مادة للناس. وهذا اليوم يعني عملة نادرة، يعني قليل اليوم تلاقي مخرجين بتتبنى مشروعة هالقد. في مخرجين ما عم بنكر، في مخرجين كتار مناح، وأنا اشتغلت مع جزء كتير كبير منهم، ولكن هن قلال، يعني فيليب واحد منهم. مشينا هو بيعرف شو مشينا. أول يوم هاي بدك موقف طريف، فيليب بدل الأكشن لبداية المشهد بيقول مشينا، فأنا قال مشينا أمتى مشيت؟ قالوا لي لا مشينا هي أكشن، يعني بلش قول حوارك.